دابا الناس اللي متضررين من الزلزال عندهم بزاف المشاكل، من بينها الناس اللي ما توصلوش بالدعم المساعدة الاستعجالية، وأيضا الناس اللي ما توصلوش بالدفعة الأولى ديال البناء. وهذا الملف شهد تعثر كبير من الزلزال. ما نقدروش نقولوا الاغلبيه، ولكن باقي واحد البورسونتاج كبير ديال الناس اللي باقي ما خداوش. والمشكل ديال هاد الناس هو ما لقاوش اذان صاغيه، ما لقاوش شي معامل يتحاوروا، شكون اللي غيعطيهم الحل وشكون اللي غيقول لهم شنو اللي خاصو يدار. هنا خويا دوار عندنا اللجنه اللي داز مؤخرا ديال لابوراتوار قالت لك الدوار ما صالحش للبني، فاذا بينا فاش كنشوفوا الدوار كامل الدواور كامل جاتني عقوب عطيناهم تحويلين. لا حنا ملي مشينا عند السيد الرئيس الجامعه قال لك انا قال لي السيد العامل تفني ما عندهاش تحويل، علاش؟ الله اعلم. مع العلم اللجنه قالت لك الدوار ما صالحش للبني. ملي مشينا شرينا بقعة كاين اللي تخمت لي بقعة ب 3 المليون 4 المليون، داك الشيء كامل اللي خدا من داك الدعم كان اللي خداها بكريدي. ما ملي جينا خدينا دوك البقع ما بغاش يعطونا تحويل. قال لك لا سيدي حكا السيد العامل قال لك تفني ما عندهاش تحويل، وباقي حتى الدوار الوحيد تفني اللي ما عندوش لا ضو ولا طرق هو دوار ديال تيفني، وباقي الدوار الوحيد اللي تقريبا فيه تقريبا شي 120 اسره باقي لحد الساعه التواعد فيهم ما بدا البني، باقي لحد الساعه لقاو هذه الكلمات باقي ما بدا فيهم التواعد فيهم البني، ما بغاش يعطونا لا تحويل. واغلبيه ديال الناس ولا المغاربه كاملين كيتسالوا علاش البني ما باقي متاخر في الحوز. السبب اللي كيعرق لهذا الشيء انا كنحملو السلطات المحليه، وملي كنبيع للسلطات المحليه كنحملو القياده والجماعه. حنا المشكل دابا عندنا في ثلاث يعقوب ضيعونا ذوك الناس، دعيناهم الله سيدنا الله ينصرو، واللي تعدى علينا تعدى على الله. تري بلات ليا الحانوت ما شديتش حتى شي حجره، ما شديتهاش هاك سمعتي، حتى شي حجره ما شديتهاش، ودابا ذوك الناس راه دعيناهم الله. المشاكل كلهم الناس عارفينهم وعارفين الناس كل اللي دور البلاد، كلهم هادوك اللي مخالطين البلاد هما اللي داروا سميتو، ماشي نقولوا راه القايد ولا لا، هادوك اللي عارفين البلاد هما اللي عارفين القضيه ديال البلاد، هما اللي عارفين المشكل ديال البلاد. واش دابا هذاك اللي كيعرفك وهذاك اللي ما كيعرف بحال هذاك اللي عارفك عارف الدار ديالك وعارف اش كتاكل واش كتشرب. انا راه عندي انا مهنه في ديك البلاد 60 سنه وانا فيه، ودوار السين مدن كيس 74 كانون بقى نسين متنور استفدن لا جزيك بخير الله نصر سيدنا تيجمي خصات الإصلاح وما نزق فوق بيطون صافي الله يجل الله رحمه الله يجل الله ينصر سيدنا. شكرا. المشكل ديال البني مازال ما تلقى عندنا، حنا المشكل ديال البني مازال ما بغاوش يعطيونا سميتو باش نبنيو ديورنا باش ندخلوا لديورنا، حيت الناس باقيين في القياطن، باقيين الناس في القياطن عندنا حنا، وحنا كنطالبوا من السلطة انه هو يطلق لينا البني. هادشي اللي كنطالبوا من سميتو. وشكرا.